مسنة الجوف تناشد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهم الله وجميع الأمراء والمشائخ والأعيان وأهل الخير والإحسان أن يساعدوها ويوقفون سيف القصاص عن ابنها حيث لم يتبقى عن مهلة الدية المطلوبة والبالغة 15 مليون سوى 3 أشهر لتنفيذ الحكم. وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مفرج اللي محكوم عليه، اللي محكوم عليه 15 مليون، وأنا مرتن أرملة، وأطلب من الله ثم ناشد ملك الحزم ملكنا سلمان بن عبد العزيز وليه محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأناشد أهل الخير لابني اللي محكوم عليه 15 مليون، وأناشد أهل الخير إن يساعدونه لن يقدر على هذا ولا على جمعه 15 مليون، وأناشد بهم الخير. فرج الله كربته في الدنيا، فرج الله كربته يوم القيامة. وأنا مرتن ضعيفة وأنا أقدر على هذا، أسأل الله يفرج كربتكم، من فرج الله كربته في الدنيا فرج الله كربته يوم القيامة. ونسأل الله العلي القدير أن ييسر لهذه الأم المكلومة على ابنها من يفرج عنها كربتها.